تكونوا بخير وافضل حال يا رب. الحين بسألكم جولة في تميمي. شوفوا مبدئيا انا باخذ اغراض البيت، فقلت خلاص اتسوق معكم واسألكم جولة. يلا خلوني ابدأ بقسم الخضروات والفواكه، لانه اصلا انا بفاكهة. باخذ الورقيات. شوفوا هنا الخس الكوري اللي يسوون فيه الكيمتشي، هو الكيلو 15 95. هذا له تحسونه بين الخس وبين الملفوف، هو اتوقع انه زي الملفوف. اوريكم مبدئيا ايش اخذت. اخذت ورقيات كل شيء، فجل، جرجير، بقدونس، كزبرة. باقي باخذ زنجبيل واشوف ايش في شيء بعد احسه فريش واخذ منه. خلاص وزنت الخضرة، يلا خلنا نكمل. شوف الاقسام الباقية، لو عندكم مثلا طالعة شوي تسوون برجر في البيت، ترى تميمي مرة المشويات عنده حلوة، بدأت في نوع برجر يجنن. خلي أشوف إذا موجود أوريكم إياه. من الأشياء اللي تكون مبردة للأسف النوع اللي أفضله مش موجود. مرة لذيذ، يكون لحم مفروم مش قطع مش مشكل برجر، يعني مو نفس كده دائري، لا يكون نفس المفروم. شوف عندهم دجاج كثير متبل، في عندهم هذا اللحم المقدد، بس إن هذا ديك رومي. الشاورما هذه يا بنات تجنن تجنن، مرة لذيذة وداخلها نفس مرتبكم علبتين صوص. شوفوا اللي يسوون دايت، هذا شرايح اللحم مرة حلوة، خلي أوريكم إياها. سهل تطبخونها، شوفوا كيف شكلها مرة حلوة، سهل تطبخونها ما تاخذ وقت في الطبخ، جدا لذيذة. وشوفوا سعرها رخيص 15 ريال، مرة حلوة. مسحوق الغسيل 35 ريال، هذا هو. تايد حق العبايات 22، هذا كومفورت عليه عرض 18، أمالوكس 15 و 60. مش يعني ما أدري، ما حسيت إن عروضهم مرة تحمس. سبق وجربت النوعية هذه، نفس فكرة التارت أو نفس طبقة البسكوت، تستخدمونها للتشيز كيك، التارت الفواكه، مرة يجنن يا بنات وسهل ب 13 ريال. بس تحطون الخليط اللي عندكم، أنا جربتها في تارت حق فواكه مرة حلو، يعني تسوون الخلطة اللي فوق تحطون مثلا جبنة فيلادلفيا مع كريمة حقت حلويات، تخفقونها مع بعض تصبونها هنا، بعدين زينونها فواكه، مرة تطلع تجنن، طعمها لذيذ وسهلة. سعرها 13 ريال و50. هللة، كثير أحب الأشياء اللي تسهل، بدل ما تشترون بسكوت وتطحنونه وتخلطونه بزبدة، البسكوت مع الزبدة يمكن سعرها يجي حدود 10 13، ما راح تفرق، تاخذون نفس كذا وخلاص أسهلكم. أشكال مختلفة، شوفوا اللي فوق عليه عاد. شوفوا هذه من نسلة، نفس فكرة. أشوف هذه كراميل وهذه شوكليت. الكراميل اللي زي كذا ترى يجي نفس طعم حلاوة بقرة، إذا تعرفونها نفس طعمها، تكون لذيذة يعني، بس تكون شوي ثقيلة، تجون تصبونها غثيثة في العلبة ما تنصب بسرعة. مرة شريت منها، مرة طعمها لذيذ بس وقت الصبة مو نفس ثاني نوع الكراميل الثاني، الصوصات الثانية. هنا مكان الشوكليت، شوفوا شوكليت دارك غالبا على عاد 14 حق الحلويات.
خلونا نروح قسم الحلويات والشوكليت والأشياء اللذيذة، سوي في جولة. وين لقيت شيء حمس أخذته؟ نصيحة لكم، أي وقت تبون تشترون أي نوع شوكليت أو حلويات أو مقاضي للبيت أو أي شيء، اطلع من البيت وانتو شبعانين فعليا. أي شيء بتشوفه بتحسه تافه. شو الكيت كات هذا على عرض ب5.95 بس. اها نفس فكرة الشانكي الكبير. لا ما بيه، تبي الكيت كات السعنونات. شوفوا العلب الكبيرة اللي فوق اللي نفس الميني، عليها عرض، كانت 19 صارت ب10 و95. لو أبي أشتريها ما كان لقيت عليها عرض، تقهرني بعض الأشياء. إذا كنت عندنا مثلا رحلة أو طلعة أو روحة بحر أو سفرة، أحب أخذ الميني هذه، ما ألقى ولا شيء عليها عرض. شو هذا بالشوكليت الوردي، يسمونه روبي شوكليت. يصلح اسوي تحدي يوم كامل بالوردي واخذ الشوكليت هذا. شوفوا البابلي تحت على عاد 8.95 كان ب10، ما في فرق. العرض حلو يصير يعني زي هذا العرض حلو مرة. الشوكليت ميرسي شوفوا كان ب34 صار 18. حلو هذه العروض الحلوة. شوفوا هنا قسم الكريمات والأشياء الأطفال، بس ينفع أنتوا بعد تستخدمون هالكريم هذا يا بنات، كذا يجنن مرة حلو، يصحكم أنتوا ككبار. امتصاصه حلو يعني خفيف البشرة، بس حطونه ببشرتكم ما تلاقونه، مرة حلو يطول. شوف كبير مرة بفيقن معكم فترة طويلة، مرة حلو لو حابين. هنا قسم الحليبات، اللبن، الزبادي. شو القسم هذا يكون عليه خصومات، في أشياء كثيرة مخفضة بس ما أدري شو وضعها، زينة ما هي بزينة. هذا كان ب19 صار 5 ريال، ما ادري وش هو. اها عرفته، اكله مغربيه اللي نفس الخبز مفتت. الكريمات الترطيب، شوفوا هذا من جونسون على عرض، تحت بعد على عرض، كلها ب12 كانت 23 ريال. ديتول بعد على عرض ب10. هنا قسم كامل القهوة، كل شيء فيه. شوفوا نسكافيه جولد على عرض الكبير 18، أحسه حلو. غالبا راح اخذ 28 عفوا مو 18، كان 45. بس ايش في، كنا لونه متغير ولا تهيأ لي كنا صاير نحاسي ولا هو كذا؟ لا نفسه، بس شوفوا هذا تسونه ذهبي صح، هناك نحاسي مع الاضاءة. غالبا راح اخذ 2 أو 3، كثير العرض حلو مرة حلو. بس ليش الانتستي 7؟ انا اكلي اخذه في البيت ما في كذا، احس في شيء متغير، كانه نفس هذا اللي انا اخذه، نفس هذا بس ما عليه 10% زياده خربطه. شويه كاني تذكرت انه هذا النوع اللي انا اجيبه دايم، بس النوع هذا اللي مكتوب عليه انتستي 7 يعني تحمي 7، ما اذكر اني جبته ولا مره. وهذا آخر حبة، ما قاعدة ألقى شيء ثاني. خل أدور، خل أشرح لكم ليش أخذت هذول
تحمسهم سبعة، وهذا هذا العادل اللي أنا أخذه. ممكن هذا مثلا ما عليه عرض أخذ اثنين، وإذا عليه عرض بأخذهم ثلاثتهم. بس يعني مش مرتاح للي كيف تحمسه سبعة، دائما أخذه عادي تحمس واحد. مبدئيا راح أخذه وأجرب، لأنه فرق صراحة من 45 لـ28 حلو. الحين بروح جهة الحليبات المجففة، أبي حليب مجفف، خلنا نشوف إيش في عندهم أشياء حلوة أو عروض. وصل قسم الحليب المجفف، شوفوا هنا نيدو على عرض بـ48، كان 71، 2250. غالبا راح أخذ علبتين. في البيت عندي أصلا الحديد يعني أصبه فيها، فهمتوا؟ يلا خل أخذ حبتين كذا، غالبا خلصت أحاسب وأمشي. جولتي وخذيت الأغراض اللي كانت ناقصتني للبيت. أتمنى يا ربي استفدتوا وانبسطتوا وقضيتوا وقت حلو. بنات لا تنسون اللايك والاشتراك وسووا شير للمقطع. أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، مع السلامة.